لسه أكتر حاجتين بيجمعوا الناس ويفرحوهم في مصر، ماتشات الكورة أو فيلم كوميدي النجمة بيحبوه. غير كده كل واحد مشغول بأكل عيشه وبيقول يلا نفسي وخلاص. إنما الاستثناء الوحيد برا الحالتين بتوع الكورة والأفلام الكارثة، لما تحصل كارثة زي الزلزال أو السيول. بس بعد ما الأزمة تتحل ترجع الدنيا تفرط من جديد. نهار اسود برضو ده كلام مفيد ويضر في نفس الوقت. طب إيه؟ الشباب مشكلته الحقيقية إنه مستني الحكومة تعمل له كل حاجة وهو قاعد على القهوة، تشغله وترفع مرتبه وتقبضه له كمان من غير ما يشتغل. الطموح أكبر من قدرة الشباب على الشغل، واللي بيشتغل بجد ما بيلاقيش نتيجة فبيحبط ويكره عيشته ويدور على شغل بره. زي كده وزي ناس كتير من اللي شفتها هنا، الأغلبية مستنية فرصة تركب فيها البحر حتى لو بشكل مش شرعي، المهم تخلص من اللي هي فيه وخلاص. كويس قوي كده، فل. اما نشوف هما بقى هيعملوا ايه الاول في الكام ورقه دول. هذا الولد كنز، شايف قديش حريص، حتى ورقة تتمسك عليه ما بيترك. الحكومة في وادي والناس في وادي تاني، دول عايزين من دول الأكل والشرب والسكن، ودول عايزين من دول إنهم يسمعوا الكلام ويعيشوا على قد الموجود وخلاص. دول الحكومة ودول الشعب. دول الأولانية الشعب ودول التانية الحكومة، معروفة يا باشا. تبقى اكتب بشكل أوضح حتى ما نقعد نخمن احنا. حاضر، معلش بقى أول مرة. ما هي لأنه أول مرة عم نبهك. ليه ما ضربت المثل بالمحافظ يلي مركب الكاميرات عند السكرتيرة حتى يشوف مين داخل لعنده تيعمل بزنس منه؟ مثل ما قلت لي. عشان قلت لك الموضوع ده قبل كده، انا هحكي في المحكي. طالما مش مكتوب بالتقرير يعني مالته؟ فصول بين يلي بتحكيه وبين يلي بتكتبه. انا طلبت منك تكتب انطباعك عن كل شيء، وكل شيء بتشمل كمان يلي قلت لي اياهم لما تقابلنا. ماشي الكلام. $200 عربون محبة مثل ما بتقول. وانت كده بتحبني؟ ما لو بتكرهني كنت هتديني كام؟ ما نحن قلنا عربون. بعدين نحن مش الجهة الوحيدة اللي بتفوت فلوس منها. يعني ايه؟ انت مش اتفقت مع سارة على توريد الكاميرات للشركة اللي بتشتغل فيها بمصر؟ وانت تعرف سارة منين؟ أنا ما بعرفها. بعرفك أنت. أنت بتراقبني؟ ليش عم تقول بطريقة؟ في كلام أشيك من هيك. اللي هو إيه بقى إن شاء الله؟ اللي هو بحب أعرف كل شيء عن الرجال اللي بدي أشتغل معه. طب وافرض إن أنا شغال شغلانة تانية غير شغلانة الوكالة بتاعتكم دي. ده إيه دخله بقلة الفلوس اللي أنت لسه مديهاني دلوقتي؟ ليش أنت شو كنت متخيل رح أعطيك؟ اوعى ترخص نفسك وتوافق على كل حاجة. كل ما تعزز نفسك كل ما تحلو في عينهم اكتر. لا متخيل ولا بيتهيألي. انا السكة دي ما تاكلش معايا. الله الغني يا عم عن شغلانتك. بقى كل الهري ده عشان $200؟ ما عطلكش يا امور. يس انا وصلت تحت، هتنزلي ولا اطلع لك؟ لا لا ما تطلع، ثواني وانا بنزل.
هعد من واحد لخمسة، لو ما نزلتيش ستة هتلاقيني قدامك. واحد، اتنين، ثلاثة. مئة اتنين واربعين، مئة خمسة واربعين، مئة سبعة واربعين، مئة تمانية، 610. بعدك عم بتعد؟ وانا ورايا حاجة. قوليلي، اخواتك نام؟ عم يدرسوا. خسارة. ليش الخسارة؟ يعني كنا قعدنا شوية مع بعض نتكلم. شو اللي كان رح يمنعنا نقعد مع بعض نتكلم؟ هتقوليلي بقى اخواتي سايبان فوق لوحدهم، ده تلاقيهم ما صدقوا ان انا نزلتك وسابوا الكتب واتفرجوا على التلفزيون وهيصة. يا الله، شو هالخيال الواسع. أنا بقول لك الحاجة بتاعتك قبل ما تقوليها. مش عايزة أتحجج كرمال أتهرب. بكفي أنا بتحجج كرمال شوفك. طب أنا أعمل إيه في الكلام الحلو اللي يخش القلب رشق ده؟ قولولي. هات نشوف عمر. شو بدك مني؟ كنت عاوز أشوفك. هلأ بنصاص الليل؟ آه بنصاص النهار، ونصاص العصر، ونصاص المغرب، وفي كل الأوقات كمان، في إيه؟ لا عن جد، شو بدك عمر؟ عن جد والله عاوز اقعد معاكي اطول وقت ممكن. معرفش كل ما باجي امشي واسيبك ببقى مش عايز امشي. مصدقه الكلام ده؟ مصدقه؟ قولي ايه بقى؟ استني استني، ودي؟ لازم اطلع عند اخواتي عشان زمانهم سايبين الكتب وبيتفرجوا على التلفزيون. آه، وهيصة. وهيصة؟ اللي بنعمله في الناس هيطلع علينا ولا إيه؟ إحنا كنا بنقول 4200 4325. كالسبيرا. كالسبيرا. مستر عمر، مستر سالم is waiting for you in his room. سالم؟ In his room.